السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم يا اخواني اشرح لكم هذا البرنامج. وظيفة هذا البرنامج يساعدك في تسريع الفيديو وتبطيء الفيديو. طبعا اذا خليت الفيديو سريع راح يكون الصوت سريع، اذا خليت الفيديو بطيء برضه الصوت يكون بطيء. تقدر تتحكم في اجزاء الفيديو، يعني البداية تكون سريعة، بالنص تكون عادية أو بطيئة، بالجزء الأخير سريع إلى آخره. بهذا الشيء أنت تتحكم فيه براحتك. راح أحط لكم رابط تحميل التطبيق في الديسكريبشن أسفل الفيديو. قبل أبدأ بالشرح أتمنى منكم الضغط على الاشتراك ودعمي بالقناة. نفتح التطبيق، بعد ما تنزله راح يجيك بالشكل هذا. كل اللي عليك تسويه تضغط على زايد من هنا، وراح تجيك خيارات فوق، نضغط على الخيار اليمين وراح تطلع لك الفيديوهات اللي موجودة عندك بالاستديو. كمثال أبغى أختار هذا الفيديو. بعد ما أحدده أضغط على علامة الصح من تحت من هنا، وراح يجيني بسم الله الرحمن الرحيم. راح يجيني بالشكل هذا. أنا كتمت الصوت عشان يكون الشرح واضح لكم. مجرد ما اضغط ضغطة واحدة هنا راح يتوقف الفيديو. طبعا معانا الاخ الكابتن محمد صلاح، نتمنى له التوفيق اليوم في نهائي ابطال اوروبا، وان شاء الله يجيب لنا الكاس. نرجع لمحور حديثنا. هنا النقاط البيض اللي انتم شايفينها هنا، هذه هي اللي تقدر تتحكم فيها في تسريع الفيديو وتبطيء الفيديو. النقطة البيضة من هنا تقدر تسحبها يسار، تقدر تسحبها يمين. إذا سحبتها فوق يكون الفيديو سريع، إذا سحبتها تحت يكون الفيديو بطيء. يعني كمثال نخليه من هنا كذا ونشغل الفيديو، نضغط ضغطة واحدة زي ما تشوفون يكون الفيديو سريع ويرجع تدريجيا إلى بطيء لما يكون عادي. احنا نقدم هذا كذا، نقدر نخليه بطيء كذا زي ما تشوفون، حركة بطيئة جدا، نقدر نخليها مستقيمة، يعني حركتها الطبيعية. نقدر نسحب، نقلل من المقطع، يعني نقص منه زي ما تشوفون كذا، نقدر نقص من المقطع. بعد ما ننتهي من التأثيرات اللي نبيها نضغط على هذا الخيار من هنا، وبعد كده تطلع لك مجموعة خيارات. طبعا إذا بغيت تكتم الصوت تقدر تضغط ضغطة هنا، هذا يعني يعطيك صوت أعلى، وضغطة ثانية يكتم الصوت، وضغطة يعني الأيقونة هذه يعني يقول لك الصوت طبيعي. بعد إذا بغينا نحفظ المقطع نضغط على هذا السهم من هنا، تطلع لي مجموعة خيارات يقول لك دقة عادية يعني بسيطة أو متوسطة أو عالية، نختار بالنص دقة متوسطة. بعد كذا يطلع لك هذا العداد، بعد ما يخلص راح يتم حفظ المقطع في الاستديو عندك للايفون. راح خلاص اعطاك باللون الاخضر. طبعا هذا الفيديو، هذا التطبيق احلى ما فيه ما راح يعطيك علامة للبرنامج او شعار للبرنامج، راح ينحفظ زي ما هو. بعد كذا نضغط على هذا السهم للرجوع للخلف، وراح يكون البرنامج عفوا الفيديو محفوظ على التطبيق نفسه ومحفوظ في الاستوديو. اذا تبي تحذفه من التطبيق نفسه تضغط ضغطة مطولة من هنا راح يتم تحديده، وتضغط على ديليت او كنسل. انا مجرد ما اضغط على ديليت من هنا راح ينحذف هذا المقطع من عندي. اتمنى الشرح واضح وبسيط وسهل. اي استفسار بخصوص هذا الشيء انا دائما وابدا بالخدمة. اشكركم على المتابعة وفمان الله.